خش معايا بقى. معلش شوية. شمال أو يمين؟ شمال أو يمين بعد إذنك، بعد إذنك. كل سنة وحضرتك طيبة. قولي لنا يا بلبلة النهارده رأيك ايه في الانتخابات واللي سمعتيه او شفتيه من الاقبال من اول يوم؟ حاجة عظيمة جدا، واللي ما رضوش لازم ينزلوا، واكيد في قدامهم لسه ايام، بس انا بقولهم ان احنا مع اللي بيحب بلده، اللي قلبه على بلده، اللي حريص على مصلحة بلده، هو الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي، فاحنا كلنا مع كلنا مع. وبعدين احنا ناسيين ان احنا قاعدين مرتاحين، ناسيين ان مفيش الحاجات اللي كانت بتحصل لنا وقت اللي قبل كده. انا شخصيا ما كنتش بنام الا بباب حديد. هنتكلم عن الغلا، الغلا ده موجود في كل العالم، العالم كله خارج. هيحصل ان شاء الله، الامور هتهدى، كل حاجه هتنزل تاني زي ما كانت. ما تقلقوش، انا حاسه كده لان انا بسافر وبروح البلاد، وعارفه ان كل الدنيا دلوقتي في حال الغلا، مفيش بلد ما فيهاش الغلا. طيب بتنادي دلوقتي كل المصريين، بتقول لهم ايه حضرتك؟ انزلوا ارجوكم، انزلوا، مصلحتكم مصلحة بلدكم، انزلوا، لان هو ده اللي بيحبكم، هو ده اللي قلبه عليكم، هو ده اللي قلبه على البلد. انتوا مش عارفين المخططات اللي بتتعمل علينا ايه. احنا بنتعمل على البلد دي مخططات. ارجوكم انزلوا، من فضلكم انزلوا. شكرا يا بلبل. ايه؟ شكرا. يلا داخلين نتكلم، يلا معايا، يلا هو سؤال اخير بس. مين اللي هيفوز؟ مين اللي هيفوز؟ مين اللي هيفوز يعني ايه؟ يعني مين اللي هيكسب الانتخابات؟ الرئيس، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتحبيه؟ انا سؤالك غريب قوي. لا معلش، بس بتحبيه؟ لا تسألي سؤال غريب جدا. لا. هو في غيره؟ مين؟ في أربعة. ما اعرفهمش. شكرا يا ابو البولة. صح يا بس، صح يا بس، صح يا بس. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين الفنانة الكبيرة نادية الجندي دخلت إلى هنا في نبيلة عبيد. فنانة نبيلة عبيد دخلت إلى هنا لتؤدي دورها الانتخابي في يعني معركة الانتخابات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين أمام مدرسة هنا. فنانة نبيلة عبيد، فنانة الكبيرة نبيلة عبيد دخلت منذ عدة لحظات إلى يعني إلى هنا في حيث يجرى الاقتراع على يعني الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد دخلت إلى لجنة مدرسة الأرمان الثانوية البنات لتؤدي دورها الانتخابي، كما نصحت العديد والعديد من يعني فئات وجموع الشعب المصري عن يعني عندي عن دخولها أو نزولهم إلى الانتخابات لتأدية دورهم الانتخابي. طبعا احنا قدام حضراتكم متواجدين في قدام مدرسة الأرمان الثانوية للبنات، وبنرصد لحضراتكم تفاصيل هامة جدا عن بدء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية. وقالت الفنانة نبيلة عبيد أثناء دخولها أنها تحس وتشجع كل المواطنين للنزول بالإدلاء صوتهم الانتخابي، كما حرصت هي أيضا وهي تبلغ من العمر 79 سنة ربنا يديها الصحة على النزول للانتخابات وتأدية دورها الانتخابي أمام محافظة الجيزة، من أمام إحدى لجان محافظة الجيزة وبالتحديد مدرسة الأرمان الثانوية. نقلنا لحضراتكم تفاصيل دخول الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد إلى هذه المدرسة، وأيضا تفاصيل حكايتها وقصة حبها لنزولها الانتخاب. هنفصل مع حضراتكم دلوقتي للصوت، وشكرا لكم وإلى اللقاء.